أهلا بكم مشاهدينا. هذا تقرير عن المقاتلة الروسية ياك 130 الصغيرة والمتعددة الأغراض والخاصة بالتدريب العسكري. تثير المقاتلة الروسية ياك 130 بعض الرعب لدى قوات الناتو والقوات الأمريكية، حيث تستطيع هذه الطائرة الصغيرة حمل 3 أطنان من الأسلحة المتطورة. قالت صحيفة ناشيونال انتريست الأمريكية إن السبب الحقيقي وراء خوف قوات الناتو من المقاتلة طراز ياك 130 هو تجهيز الطائرة ب3 أطنان من الأسلحة المتطورة، وهي صواريخ جو-جو وأرض جو وقنابل مؤقتة وقنابل موجهة بدقة وصواريخ غير موجهة وخزانات الوقود الخارجية. ولقد تحدث رئيس كلية الطيارين العليا العسكرية في مدينة كراسنودار الروسية حول مميزات طائرة ياك 130. وقد خصصت هذه الطائرة الروسية لأغراض التدريب والقتال. وقال العقيد سيرغي يدوكيموف رئيس الكلية لمندوبي وسائل الإعلام إن طائرة ياك 130 تتيح للطيارين التعلم القيام بجميع عمليات قيادة الطائرة واستخدام أسلحتها ضد أهداف أرضية وجوية، وتحوي الطائرة جملة من المحاكيات التي تتيح للطيار تعلم كيفية خوض المعركة الجوية وقصف الأهداف دون استخدام الذخيرة الحية. ومن المميزات والمواصفات الفنية التكتيكية لطائرة ياك 130 هي أن السرعة القصوى تبلغ 1050 كيلومتر في الساعة، والحد الأقصى للارتفاع 12000 كيلومتر و500، ووزن الطائرة الأقصى عند الإقلاع هو 9000 كيلوغرام، ومدى الطيران المتواصل 2000 كيلوغرام، كما أن عدد ساعات الطيران تبلغ 10000 ساعة. وتجهز هذه المقاتلة بخزاني وقود إضافة للخزان الأصلي. وقد أسست ياك 130 من طرف مكتب التصميمات الروسي. ياكوف ليف لتعويض طائرات ارو ال 29 دلفين وارو ال 39 الباتروس. بدأت عمليات تطويرها سنة 1991، وكان أول تحليق لها في 26 أبريل نيسان 1996. وتعتبر القوات الجوية الروسية أكبر المستخدمين، حيث طلبت 62 طائرة في عام 2007، ودخلت الخدمة فعليا فيها سنة 2010. إن المقاتلة ياك 130 هي طائرة للتدريبات المتقدمة، يمكنها أن تحاكي خصائص طائرات الجيل الرابع وطائرات الجيل الخامس كطائرة سوخوي باكفا. يقول مطوروها إن بإمكانها أن تغطي 80% من برنامج تدريبات الطيارين، كما يمكنها أن تنفذ مهام الاستطلاع أو يمكن تخصيصها لمهام الدعم والإسناد بفضل قدراتها على حمل ما يقارب 3 أطنان من أنواع مختلفة من الصواريخ والقنابل. شكرا لكم للمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو اضغط على زر لايك ولا تنسى الاشتراك في القناة.